دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف أعلنت عن توزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على 6 محافظات هي القاهرة الغربية، المنيا، الإسكندرية، أسيوط. وكانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طن من اللحوم البلدية. النهاردة واستمراراً للجسر الجوي اللي بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بتسير الشركة 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة القاهرة، ورحلة واحدة بخط سير جدة كوناكري، واثنين رحلة بخط سير جدة باماكو، بالإضافة الرحلة بخط سير الطائف القاهرة، و11 رحلة بخط سير المدينة القاهرة. لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر الدوري المصري. هيلتقي النهاردة مودرن فيوتشر مع الإسماعيلي في 4 عصراً، في 7 مساءً هيلتقي بيراميدز مع المقاولون، في نفس التوقيت هيلتقي المصري مع سيراميكا. ولعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب سويسرا في 10 ليلاً، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب اسكتلندا مع منتخب المجر.